السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم مرة كثير. اليوم راجعين لكم فكرة جديدة، مو بجديدة يعني، موجودة في اليوتيوب، حبينا نسويها. رهيبة مرة. قبل ما نبدأ هذا الفلوق لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. فكرة اليوم كل واحد من اخواني بعطيه لون حلو 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 حلو، ولازم يختار كل شيء يشتريه باللون اللي اختاره له. معروف طيب؟ معروف. سعد اللون الاسود. انت اللون الاخضر يا دحوم. عبد الله لون ازرق. الله اسود. بالله انا ازرق. تبي ولا كيف؟ ما اعرف الا شراب في الحياه اسود. دقيقه انا ما ازرق. لا ما في، انت اخضر ازرق اسود. ايوه يا الازرق. اوكي يعني لبس اكل وشو اسود؟ مشكلتك دبر نفسك. بديت اصيح من الحين. ايه دبر نفسك، هي فكره اللعبه كذا. طيب اول شيء بنروح لمحل ملابس. اوكي. ولازم تختارون كل واحد على حسب لونه، ما في يمين يسار. يعني انا لازم البس لحظه لازم ساده. ايه يعني اغلب لونك اسود. في شعار هنا عادي بس يكون لونه اسود انت مثلا زي كذا. إيه اوكي يلا. سهل سهل. يلا يلا. طيب وصلنا محل الملابس، كل واحد يختار سرول فنيله ولا سرول. لا بس تيشيرت بتقض انا. ايش جايب؟ يلا يلا راح انت لونك الاخضر. يلا خذ. انا مو هنا مكاني. وش مو هنا؟ في هنا هذا من احمر. وش هذا؟ ازرق. لا ازرق ازرق مو كحلي. اخضر. شوف هذا ازرق. هذا ازرق. هذا ماشي يا حبيبي. خلى هنا. ها وش ماخذ انت؟ هذا ورني وش في ذا؟ سروال ولا وش؟ ايوه هذه تيشيرتات. ايوه هذا ازرق. هذا يصلح. انا ها دحوم اخضر. ايه بس انا مو هنا مكاني. ليش مو هنا؟ انت مقاسك صح اصغر. رح 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 دور لك اخضر. رح سعد اسود. ها مو بس ما عجبني. طيب بعد ابي شيء ثاني. طيب خلاص لا طقني انت تقول خسر كانك تلمح. لا نبي ناخذ شيء ثاني. ها خلاص قررت؟ انا قررت اخذ تيشيرت. وشو الازرق وانت؟ لا احمر. لا عادي بس هو لونه اسود. لا تلقى لك فنيل بس. يلا دحوم نروح محل ثاني. ما لقيت اخضر. والله ما لقيت. ولا تاخذ مقاس كبير ترى مشكلتك. دحوم في اخر محاوله. حصلت هذا سمول قدي. خليني اشوف. قدي والله قدك. والله هو كبير شوي. كبير شوي بس احمد ربك انك لقيت. زين زين. طيب اخواني نجحوا في المهمه الاولى اللي هي الملابس. كل واحد اخذ لونه. ها يلا. اسود ازرق اخضر. بسوي كذا تلبسون هنا. اوكي ماشي. واحد اثنين ثلاث. وكذا البسوا اخواني كل واحد التيشيرت حقه باللون تبعه. مره شوف كنك هذا اللي يلبسونه في الملاعب ذي. تلعب كوره كابتن. طيب طيب الان كل واحد بنروح المطعم. ها اي وقت المطعم وقت الغداء بس كل واحد بعد الاكل باللون حقه يعني اسود اخضر ازرق. هذا ايزي بالنسبه للون. والله شلت همه يا اخي. وش شاكه اسود خليك مشكلتك. وتشرب اسود. اي شيء هذا بلاك كافي. هذا وش ساعدك؟ ايش بلاك كافي وشاك برجر ولا وش؟ هي برجر اسود. اسود بيبسي. بيبسي يا ايه. انت هذا سفن؟ لا هذا ما يشرب شيء. موهيتو. الله. وصلنا المطعم كل واحد ايش؟ برجر. لونه يعني انا ازرق وسعد اسود. والله اخر شيء توقعته برجر اسود. لقيت لونك؟ لا كويس كويس. دحوم اللي ما شاء الله كيف لقى لونه. والله وش لقيت انت؟ اخضر. طبعا اخواني قدروا في المرحله الثانيه هذه وش نسميها المطعم؟ مرحله الاكل. مرحله الاكل يلقون نفس اللون. بعده وش هو؟ المشروبات. نبي مشروبي. مشروب. شو تلقى مشروب انت ايش قلت؟ اللي بعدها سيارات. بلقبسه. ما في شيء. لا مو فله ابي اشتري سياره. وهذا طلبكم. بجيب الثاني. اصبر باقي واحد ثاني. حلو حلو. وين الاسود؟ وينه؟ ما ادري عنه. كيف؟ حطوا لك بدال هذا. هذا ما رجع بس. سعد معليش. ما في اسود ما تاكل. ولا صوص حتى. ايوه الكاتشب على لون احمر. تاكل هو. يلا يلا كله يلا. بسم الله. لقيت اسود. سعد يقدر ياكل لحمه الحين. لحمه صح اللحمه. اللحمه بدون خبز. كل لحمه بلا. انا باخذ الاحمر كيفي انا ماني معكم. انت تاخذ اللحمه بدون خبزه. عادي. ايه لانه فيها جبن اصفر شيله والوش. لا لونه اسود عادي. اللحمه والله مطقم مطقم. وانا بعد مطقم ازرق مع ازرق. اما الاخ اللطيف هنا مطقم مع اللحم. اخ اللذيذ والله. والله مشكلتك. طبعا في المنيو طالع ان في برجر لونها اسود عشان كذا طلبنا هذا البرجر لكن للاسف والله صار صدق ما اكله. انت معطيني كل قال لك اسود ما في الا صدقني مشكلتك.
اكلوا اخضر طبعا انا اكلت الاحمر انا ما لي لون بس كذا عاد انا حق التحدي الان بنروح محل عصير او محل مشروبات لان نبي مشروبات صعبه عشان ما نلقى ازرق واخضر وش تبي نروح يلا قالك الا كافي كافي ها اللي تبون عشان فيه كافي واسود وكذا يلا 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 وصلنا الكافي والله بس التيشيرت اسود يعني تيشيرت اسود الى الان اموركم زينه ازرق لا لا صفطه لا 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 عشانك طويل عادي طويل ندري انه طويل والله يلا يلا الان بروح الكافي ترى اللي ما يلقى لونه ما ياخذ زعد ما كلا في البرجر طيب ام عاد لو ما لقى هنا طيب اقسم يعني بالله انه توصل يا اخي بلاك كافي اقل شيء طلعنا من الكافي خيرا جوعان انا بس ما لقيتوا شيء اخضر لقينا وانت ما لقى شيء لقينا شيء وش احسن بعد ماكل برجر وش ترى ماكل لحمه بعد وشو هو ماكل لحمه يعني لحمة وش ربع لحمه والله حرام عليك وانا اشوف وش لقيت هذا وش امريكانو لون اسود مبروك الحمد لله تستاهل اتوقع خلاص نرجع البيت ابي انسخ سعود لا والله في محل ايس كريم محل ايس كريم هذا والله جنبنا يلا على طول شوف ها في ازرق يلا توت ازرق هذا توت ازرق يلا صغير باخذ بستاشيو يلا خير والله لا والله ما هي المفروض ما تاخذ ترى انا هذا حاطه لك حط فوق شيء ازرق عشان لا ما في انا بحط ايش تبي انت الحين ما في يشرب ياكل سعود ياكل سعود ازرق بس ازرق والله يا شيخ الحمد ربك يا سعود عندك لون اسود بس ازرق ايوه دحوم لازم ياخذ اللون الاخضر حطينا هذا بس نختار لون اخضر ها بس خضراء تنزل حبه برتقاليه يا ويلك ايوه انت وش راح اجمع لك ازرق نشوف اول شيء سعد ها شوكولاته لا ما حد يقول اسود ومشروب اسود ابي بس لونها اسود خلاص انت زي النظام حقي ازرق وذا لا يقعد يقول لنا شيء ولا جب تبي ولا جب والله الوضع ما ابني احس اني قاسي ايه وانت انا اخضر واخضر لازم في اخضر بستاشيو وهذا لون اخضر باقي ملعقه خضراء ايه يلا من جيلي وانت لون ازرق تيشيرت ازرق يعني برجر ازرق طيب الان وصلنا السوبر ماركت بخلي اخواني هو اخر شيء يدخلون السوبر ماركت ويختارون الاشياء بنفس اللون ما يغيرون اسود وازرق هذا لعبتي يلا مستعدين مستعدين ها شباب ها شوف انا عندي شرط مو بيشوف علبته سوداء ولا خضراء ياخذه وجوه ابيض لا, لا لا اهم شيء لونها لا لونه صدقي اكلها طيب يعني زي هذا ما ياخذ دحوم ونعرف انها تونه سعود جوه اسود مشكلتك يلا اوف دحوم ماخذ لون اخضر بعد طيب ترى فيه خضراء ما في في زرقاء بس ما في سوداء طيب دحوم باقي لك الاغراض الحين بس غيسرون انت بتغيسرون يلا يلا ها ايش عندك انا ها ايش خفت شروباتي بس واحد يلا يلا لازم لون اخضر يلا ايش ماخذ انت شامبو شامبو عم في الا شامبو يلا يلا طاطس طاطس شامبو يلا نشوف دحوم أوه. منديل هذا وش مو اخضر هذا الا والله اخضر لا لا معليش منديل هذا منديل يلا يلا منديل يلا خلاص راح خلص راح الحساب يلا لا اسمع طيب اخواني خلصوا من السوبر ماركت نشوف وش شريت انت شريت بطاطس طبعا الوقت ما داهمني كلش اسود اهم شيء اخذت شامبو والله عاد شوف مقاضي فهمت اشتغلت الموضوع ما ادري عنك وين خذيت بطاطس وخذيت صراحه شطحه زبادي وجبن كرافت ما ادري اوكي بس اهم شيء ازرق والله صح صح عليك رحنا الحين من شوكولاته بعد وانا خذيت لي بطاطس وخذيت لي ذا العلك وخذيت لي هذا الحلو وهذا منديل ومشروب منديل منديل حلوه ذي منديل بس والله هنيكم حلوه ذي منديل حلوه ذي منديل مطقمين والله اخضر ازرق اسود اهنيكم اتروش واكل بطاطس بس في ناس ضبط معهم في الكافي انت ضبط معك في الكافي لا الحين بكمل الايس كريم كويس وكنا في نص نص حتى ذا ابيض يعني في الايس كريم اي بس ترى ما تغديت اي تبيها كذا يعني وش الافضل بين الثلاثه التقييم في التعليقات اي اوكي نتكلم عن التقييم يلا صوروا الشاشه صوروا الشاشه العيون اللي يلا واحد يلا طيب الى هنا وصلنا نهاية الفلوق ان شاء الله انكم استمتعتوا يا رب لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة كيف كانت الفكرة؟ والله فكرة جميلة اتمنى تتكرر بس الوان ثانية فهمت؟ ايه شلونك ايش تبي؟ انا ابغى لا تنسون لايك واشتراك في القناة نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي اوه مع السلامة everywhere we go everywhere we go the sunshine